بعد ما قريت في المواقع انك ماشي، هل تواصلت مع حد من النادي الاهلي؟ تواصلت مع نادر. مع نادر شاوي وكيل اعمالك، من الناس تمام. المحترمه جدا. تواصلت نعم. مع نادر وقلت له هل ده بجد؟ فكان رده عليا انه في الاول لا، يعني احنا انا صحيت الصبح على مكالمه من سعد سمير، نعم، انه هو تلقى مكالمه يعني انه خلاص سعد تم فسخ العقد معاك، ايوه. فهو بيسال حد معاه تاني ولا هو لوحده، فاتقال انه انا معاه، نعم، فهو كلمني. فاول لما كلمني فرحت كلمت نادر، فقلت له ده يعني حصل واحد اتنين، فهل ده صحيح ام يعني او لا؟ فقال لي لا، احنا من الكلام كان احنا قائمه انتظار، هخرج بره القائمه اللي هي القائمه بتاعت الفرقه عادي، هبقى قائمه انتظار واخرج ان شاء الله تاني سنه بس اعرف. قائمة انتظار دي كما لو كانت يعني تقييد حرية من وجهة نظري، انك لا هتتمرن ولا هتلعب ولا هتبقى في نادي، فموضوع قائمة انتظار ده انا شايفه انه يعني ظلم في حقك يعني. دايما انا وانا ضد قائمة الانتظار على فكرة، ممكن لو كنت مسؤول في النادي ممكن رأيي يتغير يعني، لكنه قائمة انتظار يا فرحتي بقائمة انتظار، وانا حتى مش هنزل تمرين يعني، ماليش حق ان انا العب يعني او ان انا انزل تمرين يعني. طب هي ممكن بسبب دي الاسماء بالظبط، القائمة وكمان مخنوقة شوية. القائمة مخنوقة جدا، وفي نفس الوقت الاعراق كمان كتير، يعني بقت اتخنقت سبعة بقى بس. سبعة بس، فالموضوع بقى يعني بقى صعب، فحصل لخبطة. فده اللي نادر قاله لي، قال لي تمام احنا العقد تمام اتفسخ فعلا، وبنتكلم انا هو دلوقتي على النادي ان شاء الله مرحلة جديدة نبدأ فيها طيب، تحدي جديد ان ما شاء الله. تردد انه انت مضيت على بياض ولقيت فيه حاجات داخل العقد انت اتخضيت فيها، هل الكلام ده صحيح؟ يعني ليك فلوس او ليك مستحقات او ليك حاجة انت ما اخدتهاش؟ لا انا يا كابتن انا مضيت على بياض، انا اخر انا رجعت من الاصابه الثانيه اللي هو الصليب الثاني. بيتكلموا كابتن اتكلم معايا، كنا راجعين من الحمد لله كنا كسبانين فاينل بتاع الاخير اللي هو قبل الاخير بتاع افريقيا، بتاع نعم، كايزر تشيفز، ايوه كايزر تشيفز. نعم، اتكلم معايا في الطياره واحنا راجعين، ف كابتن خطيب، نعم، بنفسه، ف سمعا وطاعه رجعت. قال لك عايزينك تجدد. فسمعا وطاعه رحت ماضي على بياض، ولو يا كويس كابتن الموضوع رجعت بيا تاني برضه. همضي برضو على بياض، وانا من الناس اللي بجد بتحب النادي ومخلصه للنادي، واضح. وعمرها في حياتها ما برضه سؤالي ليك، مستحقات ما اخدتهاش لا لا خالص لا يعني؟ كل ما يتردد انك فوجئت بموضوع انه انا كنت ماضي على حاجات ولقيت ماليش مستحقات والنادي الاهلي اخد مني فلوس؟ لا 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 خالص خالص. لا خالص. نادي إدارة محترمة، وإدارة ما شفتش منها غير كل خير، و يعني على مدار يعني أظن النادي أثبت. كم سنة في النادي الأهلي يا محمد؟ أنا ماضي 2019، 4 سنين. 9/1/2019 4 سنين تقريبا، 3 سنين ونص بالظبط. يعني. بالظبط.